وبشان جهود تغير المناخ اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هناك تنسيقا مشتركا للجهود الدوليه لمواجهه تحدي ظاهره تغير المناخ. وقال الرئيس السيسي انه اطلع رئيسه المفوضيه الاوروبيه على اخر استعدادات مصر للتنظيميه والموضوعيه لاستضافه قمه المناخ العالميه كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. كما تطرق لقاؤنا اليوم كذلك الى تنسيقنا المشترك اتصالا بالجهود الدوليه لمواجهه تحدي ظاهره تغير المناخ حيث اطلعت السيده رئيسه المفوضيه على اخر استعدادات مصر التنظيميه والموضوعيه لاستضافه قمه المناخ العالميه كاب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم والتي تلقت رؤانا في انها تمثل فرصه فرصه ثمينه على المجتمع الدولي العمل بجديه لاغتنامها من اجل التوافق على خطوات تنفيذيه ملموسه على كافه محاور عمل المناخ الدولي وبما يعطي دفعه قويه ومطلوبه بشده حاليا للجهود الدوليه لمواجهه ظاهره تغير المناخ باعتبارها تحديا مشتركا يواجهنا جميعا كاسره انسانيه واحده